الطب يعتبر أقدم مهنة إنسانية وأنبلها في خدمة المريض بدنيا أو نفسيا، والطبيب هو الشخص الذي يبسط كافة جهوده وخبراته للعلاج ويقدس هذه المهنة ويعطيها الطابع الإنساني والأخلاقي قبل المالي. ارتئينا في هذه حلقة اليوم أن نسلط الضوء على الطبيب وندخل في تفاصيل قد يجهلها البعض، وما هي أهم الصعوبات اللي يواجهها في ممارسته، وما هي الأخطار التي يتعرض لها في أداء عمله. كما سنتحدث عن أطباء الكويتيين تحدث عنهم النجاح وذاع صيتهم عالميا. كل هذا وأكثر مع ضيوفنا اليوم، الدكتور علي محمد العندال مدير مستشفى الأميري، وزهرة الموسوي المدير العام لشركة الفتكشس للعلاقات العامة والمبادرة بالاحتفال بيوم الطب الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، وهو اليوم الذي تحتفل به البشرية بالطبيب. حياكم الله معنا. الله يحييك. يا هلا ومرحبا. طبعا احنا قاعد نتكلم عن الطبيب، ومثل ما قلنا في المقدمة هي فعلا مهنة تعتبر مهنة إنسانية وأخلاقية، وفيها أكيد تسخير لجهودكم لإنقاذ الكثير من الأرواح. لو نتطرق بالبداية دكتور علي، كم هو يعني كم طبيب كويتي يمارس الطب في المستشفى الأميري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا في المستشفى الأميري تقريبا عدد المرضى، عدد الأطباء الموجودين عندنا يعني حول 600 طبيب. طبيب، تمام. وهل هي يعني تخصصات مختلفة؟ مختلفة تخصصات، بالجراحة، بالأطفال، بالباطنية، في مختلف التخصصات. نعم. طبعا أنت إذا تبي تتكلمين بشكل عام، احنا أهم التمريض عندنا يوصل طبعا عدد الطاقم التمريض اللي عندنا ل 1500 ممرض وممرضة. بشكل عام الأطباء الكويتيين الحين يعني في السنوات الأخيرة بدأت تصير في عندنا تخصصات مختلفة موجودة سواء داخل الكويت أو الأطباء يروحون يكملون تخصصاتهم بالخارج. فبدأت تصير أعداد الأطباء الكويتيين في ازدياد، بدأت ترتفع. إذا كنت تين قبل 10 سنين يمكن تلقين أعدادهم بسيطة، الحين تلقينهم ما شاء الله تارسين المستشفيات والمراكز. جميل. طبعا قبل لا ننتقل لش دكتورة، ننتقل لش أكيد أستاذة زهرة، عندنا هالتقرير راح نشوفه مع بعض وياك يا دكتور بعد. عودة لكم أكيد ضيوفنا الكرام. لو أوجه السؤال للأستاذة زهرة، ليش اخترتوا الطبيب بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا على الاستضافة. تشرفيني. سلم أمرك. أمانة إحنا طبعا كل فئة في المجتمع وكل مهنة تعتبر مهمة في المجتمع، لأن كل من يؤدي مهمته ومهامه. ولكن أنا في نظري أعتقد أن مثل ما قلتي حضرتك توم ساعة، أن هي الطبيب هو أنبل وأشرف المهن على مر العصور. فإحنا دائما نشوف الناس تحتفل في أيام، يعني مثلا في يوم المياه، في يوم الأرض، في كذا. فكنت أتساءل وينهم عن الطبيب. الطبيب يعني يدرس 7 سنين، عقب الدراسة تخصص لمدة 7 أو 8 سنين أو مرات توصل 10، وعقبها الخفارات، ومهنتهم جدا صعبة، فيها مشقة، فيها تعب، يعني سواء كانت دراسة أو العمل. فبالتالي فكرت في هالفكرة، إنه ليش ما يكون في يوم نكرم فيه. هو إن شاء الله يعني كل أيام الدكاترة إحنا نقدرهم ونشكرهم أكيد. ولكن حلو الإنسان لما يجي تسلط الضوء عليه وتهتم فيه، وحتى لو كان شيء معنوي يستانس ويرتاح من هالشغلة هذه. وإحنا طبعا شفنا ردود الأفعال ما شاء الله يوم اللي إحنا تقريبا إحنا 4 سنين يعني على التوالي قاعدين نحتفل في هذا اليوم، ولكن هالسنة بالذات أنا شفت إنه ما شاء الله وايد في اهتمام من وزير الصحة دكتور جمال الحربي، ويشكر عليه. وكذلك في تعاون، كان أول مرة تعاون حكومي من قبل مستشفى الأميري اللي ترأسه مدير الإدارة، مدير المستشفى دكتور علي العلندة. وهذا شيء أنا يعني ظلمت في شيء إذا قلت شيء، لأن للأمانة شفت كل التعاون وكل الإخلاص، وأشكره طبعا لأنه هو أكيد في هالمهنة وعارف مدى صعوبة مهنة الطب. أكيد. يعني مثل ما تفضلت يا أستاذ زهرة، فعلا الدكتور يمكن في هذا اليوم، مع أنه هو يوم حتى لو معنوي، لكن أكيد لا أثر ووقع كبير على نفسية الدكتور أنه يتم تكريمه في هذا اليوم المميز. الدكتور بشكل عام حتى لو كانت النسبة ما هي دقيقة 100%، لكن هل عندك الرقم كم عدد الأطباء الكويتيين سواء كان بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص؟ الأطباء الكويتيين تقريبا عددهم يتجاوز 3000 طبيب كويتي في مختلف المجالات. في مختلف المجالات، نعم. لكن هل في بعض التخصصات اللي فيها نقص في الدكاترة الكويتيين؟
في تلقين في بعض المجالات يمكن ما انفتح باب التخصص فيها سواء داخل الكويت او خارجها، لكن يعني بشكل عام اغلب التخصصات فيها دكاتره واطباء كويتيين تخصصوا فيها، وفي المستقبل راح نبدا نشوف مخرجات هذه التخصصات يبدون يرجعون من بعثاتهم او من بورداتهم اللي دخلوها ويخلصون يمارسون ويانا ان شاء الله. نعم، وبناء على اجابه الدكتور استاذه زهره، هل تشوفين من خلال خبرتك في العلاقات العامه الدكتور الكويتي هل فعلا قاعد يتم تقديره او مكافاته بالشكل الصحيح اللي انتم تطمحون له؟ اكيد طبعا، انا طبعا تقييمي بالنسبه حق هالشغله قد يكون نوعا ما الدكتور اللي في الكويت مو مظلوم حقه، ولكن يحتاج الى مميزات بعد اكثر علشان يتشجع، لان لو تشوفين بالمنطقه عندنا يعني شنو ناقصه استاذه زهره؟ يا خلينا نكون صادقين، يعني مثل ما احنا شلون قاعد نقول نبي الاهتمام والتشجيع، يبون اكيد اتوقع مراكز للبحوث لما تيجي تهتم فيه تريحه، شلون تريح الدكتور؟ نعم. انك انت توفر له بيئه جيده في المستشفى، اداره جيده في المستشفى، ناس على قدر من الثقه انه يثق فيهم ويعطي وياخذ، غير كذي انه طبعا لا نقول ان الناحيه الماديه ما هي مهمه، هي جدا مهمه بالنسبه للدكتور. فدائما تشوفينهم اغلبهم يروحون برا، ليش؟ ترى مو بس لان عشان الرواتب، لا، التقدير والاحترام اللي يلقونه في دول اوروبا وامريكا خلينا نكون واقعيين اكثر من الدول العربيه. نعم. ونشوف كذلك في اطباء يلجؤون حق دول الخليج، ليش؟ لان رواتبهم هناك اكثر. نعم. ففي نواقص نوعا ما، ولكن انا متاكده بما ان الدكتور جمال الحربي وزير الصحه على راس هرم وزاره الصحه، هذه انا اتوقع 100% راح يكون عون وراح يكون السند سواء الاطباء او المرضى، كل ما يتعلق في وزاره الصحه. وطبعا هذه بادرته الطيبه اللي سوينا يوم الطبيب، وكانت تحت رعايته وبحضوره لاول مره وزير يحضر هذا الاحتفال، فهذا اكيد اكبر داعم، يعني خلينا نكون صادقين. صح. ايه؟ صح، يعني حلو نشوف من مثل هالنوعيه من الدعم اكيد لهذا الموضوع. تعقيبا لكلام الاستاذه زهره، دكتور شهدنا يمكن في الاونه الاخيره كان في عده حوادث حصلت في مستشفى الاميري، سواء كانت تعديات على ممتلكات المستشفى او تعدي جسدي على بعض الدكاتره، واكيد طبعا بعض التجاوزات اللي قاعد تصير ويتم ممارستها على بعض الاطباء. هالنوعيه من الاحداث اللي قاعد تصير شلون تتعاملون معاها دكتور؟ واثرها اكيد على نفسيه الدكتور بالنهايه، يعني باولا واخيرا. يعني هو اكيد اي تجاوز قاعد يصير على الاطباء او الطاقم الطبي بشكل عام، هذا اكيد راح ياثر على اداء عملهم، ياثر على نفسياتهم، ياثر على وظيفتهم بشكل عام وتعاملهم مع المراجعين والمرضى. احنا في شقين حق هالموضوع هذا، عشان تحدين من هالموضوع اللي هو التجاوز وان احد يتطاول او التعدي اللفظي او البدني على الاطباء، في شغلتين. انت في عندك لازم يكون في شق قانوني اللي هو انه ما دام يكون في تجاوز لازم يكون في عندك عقوبه مغلظه على هالموضوع هذا. صح. انه ما يترك الموضوع بالشكل هذا، لازم يكون في تغليظ للعقوبه وتفعيل للعقوبه هذه. هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه لازم يكون في عندك انت توعيه الاساس. صحيح. اساس لازم يكون في توعيه داخل المجتمع. من اي ناحيه دكتور تبي يعني توعيه مجتمع اكثر طبعاً. لمدى اهميه الدكتور، ولازم يعرفون حقوقه وواجباتهم اتجاه الدكتور؟ مو بس اهميه الدكتور، بشكل عام ثقافه ان انا اخذ حقي باعتداء او اخذ حقي بقوه، هذه بكل مكان، مو داخل المستشفى، بكل مكان لازم يكون في. انا حسيت ان انا انظلمت، حسيت ان انا حقي ضاع، او حسيت ان انا مو ماخذ حقي، اوكي، في طرق قانونيه، احنا بلد دستور، بلد قانون، الواحد يقدر يلجا يعني للطرق القانونيه وياخذ حقه داخل المستشفى. اذا اتكلم بشكل خاص، حسيت ان انا ما اخذت العلاج الكافي، حسيت ان انا ما اخذت الاهتمام الكافي، في ممكن الجا حق الاداره مالت المستشفى، ممكن الجا حق الوزاره، ممكن الجا حق حتى الجهات الاخرى برا اطار الصحه الداخليه او غيره. والله انا في تعدي علي صار، واخذ حقي. فهي ثقافة مجتمع بالنهاية قبل لا نوصل حق عقوبة وقانون.
تمام. في أغلب أسباب على كلام الدكتور، طبعا ثقافة مجتمع بالفعل، هاي ثقافة مجتمع، وهذا دورنا احنا كشركات متخصصة في البي آر في العلاقات العامة والاتصالات، ممكن احنا نقدر نثقف المجتمع بأهمية احترام الطبيب ومهنته. يعني هذا انا بس كنت بعقب انه في لازم يكون هذا دور ضروري من الجهه الثانيه اللي هي الشركات المتخصصه في هالمجال. وهل يمكن تكون احدى الاسباب استاذه زهره؟ يعني احنا قاعدين نشوف الطبيب يمكن الكويتي برا الكويت قاعد يتم الاشاده فيه بانجازاته وبمهنيته، ويمكن قاعدين نشوف في بعض الدكاتره قاعد يلجأ الى الدول المجاوره سواء دول الخليج او الدول الاخرى انه يفتح عياداته ويمارس مهنته خارج بيئته او خارج موطنه. هل في اي طريقه او انتم عندكم اي اسلوب حابين تتبعونه او استراتيجيه معينه بحيث ان انتم ترجعون الثقه للدكتور الكويتي انه يرجع لموطنه وبيئته الاساسيه ويمارس عمله في وطنه الكويت؟ هل هذا مثل ما تفضلت يمكن اجابتك كانت لانه ما يحصل يعني بالضبط التقدير؟ شوفي انا قلت لك لما يروح مثلا برا في كندا ولا في امريكا ولا في اوروبا يجون يقولون لا نعطيك احنا اوفر ثلاث سنين مثلا، يعطونا بيت، يعطونا مدارس حق عياله، يعطونا راتب جيد جدا وممتاز. ها فبالتالي لما يقارن بين وضعه في الكويت ووضعه برا، لا والله انا هناك مستفيد اكثر. وغير الاحترام والتقدير اللي حصل عليه، لان دائما في الدول المتقدمه تشوفينها في امريكا وفي اوروبا وايد في تقدير للاطباء. احنا عندنا ثقافه، انا صراحه ثقافه الاسره اللي انا تربيت فيها عندنا، لما نشوف الدكتور لا يعني احترام خاص، هيبة. فبالتالي أنا أشوف أنه يجب مثل ما قال الدكتور هي ثقافة مجتمع. نعم. يجب أول شيء نبدأ إحنا من عندنا كمجتمع أن نحترم ونقدر ويكون له مكانة جدا خاصة في المجتمع. صحيح. نعم. لأنها هي ترى على فكرة مهنة الطب هي مهنة إنسانية أكثر ما أنها أي شيء ثاني، يعني غير أنها يعني هي ما لها علاقة بالمكسب المادي كثر ما هي عمل إنساني. حتى لو تشوفين مرات يروحون يلجؤون برا ترى الراتب ما هو كبير عود، ولكن يشوفون التقدير والاحترام اللي يلقونه هناك وايد شيء طيب. فبالتالي تشوفينهم هناك يشوفون لا يعززون من مكانتهم المعنويه، ترى هذا شيء وايد كبير بالنسبه لهم ان هم تعبوا هالفتره، فبالتالي يستحقون هذا الاحترام وهذا التقدير. احنا بالمقابل ترى الامور بالمقابل الامور مو سيئه عندنا بالكويت، يعني احنا نقول انها سيئه كلش، لا احنا الامور عندنا زينه ان شاء الله، بس محتاجه شويه اهتمام زياده، محتاجه شويه يعني مبادره تحسين على الاقل اوضاع مثلا الاطباء، تحسين اوضاع انا اكلم كبروفيشنال كشيء داخل اطار العمل، تتحسن امورهم هذه كلها. لان ترى هم مو سهل الواحد هم يهد ديرته ويروح يسافر حق بلد ثاني ويتغرب علشان بس والله انا لقيت شيء اكثر هناك، هل اكثر هناك ممكن يوفر لك اياه داخل الديره. صحيح. شويه اهتمام بس. صحيح. يعني اكيد احنا لنا يعني تكمله لهذا الحوار بهالموضوع جدا مهم، لكن راح نطلع فاصل صغير وان شاء الله نرجع. عوده لكم مشاهدينا مع ضيوفنا الكرام المتواجدين معنا بالاستديو. دكتور علي، لو نرد لموضوع هجره الاطباء واختيارهم انه يهاجرون الى الخارج، هل الاعداد فعلا في تزايد؟ قاعدة تلاحظ أن في فعلا قاعد يشوف أن في مميزات أكثر، تقدير أكثر من الخارج، هذا مؤشر ممكن يكون خطير بالنسبة للدكاترة؟ يمكن كان في فترة معينة مرينا فيها أنه كان في أعداد فعلا طلعت برا، حاولت أنها يعني أن أشوف لي فرصة خارج الكويت، صارت مثل شوي هبة بسيطة قبل كم سنة، لكن بعدها تعدلت الأوضاع نوعا ما داخل الكويت. الرسالة يمكن هالشخص اللي راح ودرس برا وتغرب 6 و7 سنين برا، تأكد أنه هو راد الديرة لأنه يبي يعطي، يبي ينجز. نعم. يبي يفيد ديرته بهالخبرة اللي اكتسبها من برا. نعم. أكيد في شيء خلاه أنه برد مرة ثانية أطلع برا ديرتي. أكيد ما لقيت حقي هني، أكيد ما لقيت فرصتي هني. ففعلا كثر ما توفرت بيئة عمل مناسبة عندك داخل، بيئة عمل ما تكون طاردة للأطباء، أكيد بتحافظين على الأطباء اللي عندك هني. نعم. هل فعلا استاذة زهرة نشوف ان من خلال التكريم والتبجيل للدكتور وعمله وعطائه وانجازاته في هذا المجال ممكن يكون فعلا هذا نوع من انواع الحافز، خصوصا احنا شفنا قبل فتره فعلا تم تكريم عدد من الاطباء من قبل صاحب السمو امير البلاد،
في أوسمة طبعا تكريم وفي شتى المجالات، مجالات كثيرة سواء مجالات الجراحة أو الغدد الصماء أو جراحات القلب، هذا ممكن يكون لها وقع جيد على أثر الأطباء؟ أكيد أكيد، كل إنسان، أنت مثلا طفل، زوج زوجة، إذا اهتميتي فيه شو تلاقي من عنده؟ أكيد في أريحية وفي يعني في أريحية راح يكون. فبالتالي أنا دائما أقول الاهتمام، التشجيع خاصة في المهنة، أنا دائما أقول خاصة في المهنة، حتى وإن كان غير مادي معنوي يكون له أثر الكبير في إنه يستمر، في إنه يعطي، في إنه. فالدكاترة خاصة المساكين لأن مهنتهم خفارات ويشوفون وايد أشياء في المستشفى، يعني أشياء مأساوية نوعا ما، بيئة العمل قاسية نوعا ما، بالضبط. فهذا أكيد له الأثر على نفسية الدكتور، على غير إنه له واجبات في أسرته وأهله وكذا. فبالتالي أنا دائما أقول، ليش أقول إن الدكتور أنبل وأشرف المهن من 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 كثر ما في صعوبات ومشقة. فبالتالي أنا عندي هم رقم واحد في إنه يجب أن يقدرون ويشكرون، وبكل الوسائل سواء كانت بالمجتمع كوزارة صحة، كجمعية طبية، ككيمز، كإحنا أفراد من المجتمع، الطبيب يستحق ويستاهل التكريم والتشجيع ليستمر عشان يعطي ويهتم في المرضى. يعني أضيف على 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 كلامك، الدكتور قاعد يؤدي عمله بالنهاية، هذا عمله واجبه، لازم يؤدي واجبه الطبي المهني الإنساني، مو منتظر أحد يقول له مثلا شكرا ولا يعطيك العافية، هذا شغله لازم بيؤدي ولازم بيسوي. بس شيء حلو أن أنت تشكرين الطبيب أو تشكرين حتى أي شخص على اي شيء يسوي، على اي انجاز ينجزه، هذا يعطيه دافع بشغله ويعطيه يعني يحسس انه في ناس مقدره المجهود اللي قاعد يبذله، قاعد يهد بيته، قاعد يهد اهله ويداوم بخفارات علشان راحت مراجعين وراحت مرضى. فبالنهايه اذا احد قال يعطيك العافيه او شكرا، مثل سوته زهره جت واهتمت بهالجانب هذا وقالت هالمناسبه هذه موجوده بكل دول العالم، ليش ما تصير عندنا؟ ليش ما نذكر فيها اطبائنا؟ فيعطيك العافيه. يعني يسلم عمرك دكتور، والله انت اللي ما قصرت امانه. وبعدين انا بوريكم على شغله وثيقه، تفضل. يا ليت والله، هذا انا قلت اهتمام وزير الصحه. وقع وثيقه كان يوم الاحتفال، قلت له شي كلمته، قلت له دكتور جمال ولا عليك امر، احنا ودنا نسوي يوم وطني للاحتفال باطباء الكويت، خاص باطباء الكويت. قال لي على طول طلع القلم، والله حلوه، الله يجزيه خير ان شاء الله. وقع وان شاء الله راح يصير في تنسيق مع وزاره الصحه، وراح يتم تحديد يوم ان شاء الله كل سنه نحتفل فيه في الاطباء الكويتيين. هل في بالك فكره معينه استاذه زهره، مثلا هاليوم راح يتضمن شنو؟ تكريما لبعض الاطباء، تسليط الضوء على دور الاطباء، هاليوم شنو في بالك؟ والله وايد في اشياء ببالي، يعني امانه حتى اشياء ترفيه، يعني مثلا ودنا نسوي ماراثون، ودنا ان مثلا ندخل شويه الروح الوناسه والفرح، بالضبط بالضبط. زائد ان ودنا نسوي يعني مسابقه في مجال البحوث العلميه، فممكن احنا ان شاء الله راح نركز على وايد امور، وان شاء الله الخير بالقبال. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، اكيد كل التوفيق. دكتور علي، تكلمت ان جميل كانت اجابتك، ان فعلا الدكتور قاعد يؤدي واجبه، هذا واجبه ومهنته اللي هو اي، وقاعد يهد اهله وبيته عشان يؤديها. لكن في بعض الاطباء شافوا ان القطاع الخاص المكسب المالي والمدخول والمردود قاعد يكون مرضي، فقاعد يلجؤون للقطاع الخاص، وقاعد يصير وايد صيت ان الدكاتره قاعد يصيرون ماديين، قاعد يصير موضوع تجاري اكثر من هو عمل انساني. الدكتور لازم يؤدي واجبه، رايك بهالموضوع دكتور، ولجوء الدكاتره الكويتيين للقطاع الخاص اكثر؟ شوف، الاتجاه للقطاع الخاص كفكره عامه هذه مو غلط. الدكتور يقعد بعياده، يكون متفرغ حق المراجعين، حق المرضى، متواجد عندهم سهوله الوصول له، يقدم لهم يمكن بيئه عمل، او يمكن تكون يحط فيها شغلات مو موجوده عنده في عيادته في الحكومه. نعم. يقدر يوفر لهم كل الشغلات اللي يحتاجونها. فالاتجاه للقطاع الخاص مو غلط، بس بتقولي لي مثلا تكون في حالات شاذة تتجه أن الأمور المادية أكثر، أو يتجه للجانب المادي أكثر، أصابعك مو سوى هالشيء، تلقينا بكل مكان، بكل مجالات، بكل قطاعات أكيد. نعم طبعا الحديث معاكم جميل،
وفعلا رسالة جميلة، ويا ليت نسلط الضوء أكثر عليها، خصوصا احنا قاعد نتكلم عن الدكتور، يعني ما نقدر نستغني لا عن الدكتور ولا مهنة الطب، وكلنا بالنهاية لازم نقدر هالشخص اللي قاعد يؤدي هالوظيفة النبيلة. كلمة أخيرة حابة توجهينها سادة زهرة. والله حابة طبعا أول شيء أشكركم على الاستضافة، تشرفتينا، وأشكر طبعا أول شيء وزير الصحة دكتور جمال الحربي على رعايته واهتمامه وتبنيه وحضوره لهذا الاحتفال، وجزيل الشكر طبعا لأخوي الدكتور علي العلندة، لأن لو ما هو أمانة ما كان صار في هذا التعاون ولا صار في هذا الاحتفال، وهي طبعا سابقة في أول مستشفى حكومي يحتفل في هذا اليوم. وأشكر جزيل الشكر طبعا الشركات، الشركة الراعية ما شاء الله 4 سنين اللي ترعى هذا الاحتفال، شركة التقدم التكنولوجي. نعم. وأتمنى إن شاء الله في يصير في تنسيق إن شاء الله مع وزارة الصحة حق إن شاء الله السنين الجاية. دكتور قبل الختام حابة أسألك عن الطبيب الكويتي، أكيد بشكل خاص وكمدير مستشفى أميري أكيد عندك الدكاترة الكويتيين، وأكيد الدكاترة بعض الدكاترة الوافدين. العمل بين الكويتيين والأطباء أشقائهم من الجنسيات الأخرى، هل تشوف في توافق؟ هل تشوف أن فعلا الدكتور قادر يشتغل مع الدكتور الوافد بكل أريحية؟ الدكتور الوافد هل يشوف أن الدكتور الكويتي قاعد يتم تمييزه عنه، أو العكس طبعا صحيح؟ شوف كبيئة عمل هي داخل مستشفى، داخل مستوصف، داخل أي منظومة عمل، الشغل ما يكون بناء على الجنسية أو غيرها، الشغل يكون بناء على بروفيشنال، يعني هي طبيعة العمل هي اللي تحكم علاقتهم ببعض، فاثنين هم مكملين البعض. نعم. بالعكس في خبرات موجودة عندنا من الأطباء الوافدين نتعلم منها ونستفيد منها، شبابنا الكويتيين اللي راحوا وخلصوا سواء بعثاتهم بالخارج أو خلصوا تخصصاتهم بالداخل، بالعكس جايينا معلومات جديدة، جايينا أبديت، يعني جايينا فريش، بالعكس قاعدين نستفيد منهم، الكل قاعد يستفيد من الآخر، الشغل بمنظومة واحدة بانسجام قاعد يعني يتم التعامل معهم ومسطرة واحدة أكيد بالنهاية. هل بسبب الأمور اللي قاعد يتم تداولها سواء بوسائل التواصل الاجتماعي أو خلينا نتكلم عن السلبية اللي قاعدة تصير ومحاطة دائما بمهنة الدكتور، هل قاعد الدكتور الوافد يمكن قاعد يخاف على نفسه أن يمكن حقوقي تضيع، بما أني أنا قاعد أشوف أن ابن البلد قاعد تهدر حقوقه، أو في البعض لا يقدر هذه المهنة؟ هل تشوف في بعض ردود الأفعال من الدكاترة الوافدين؟ لا يعني هي مو بهالصورة هذه، احنا يمكن لما قلنا أن احنا شوي الأطباء محتاجين شوية اهتمام، محتاجين شوية أن الواحد يلتفت لهم، كان المقصد من هذا أنه توفير بيئة عمل مناسبة لهم. نعم. عشان ما يبدون يشوفون الدول اللي حولهم تقدم صحيح. امتيازات وتقدم أشياء مو موجودة عندهم بالديرة. لكن مرة ثانية الطبيب الكويتي، الطبيب الوافد، التعامل معهم وفق يعني منظومة واحدة، الامتيازات، الثواب، العقاب، كل هالأمور هذه مسطرة واحدة أكيد. أي تمام. كلمة أخيرة دكتور على عجالة إذا حاب ضيفها على. والله يعطيكم العافية أكيد على استضافتكم، وما خليتي لنا شيء. شكرتي الكل، شكرتي دكتور جمال، وشكرتي الاستضافة. أكيد منك غير تصير دكتور. أنت اللي كل الشكر على هالمبادرة أكيد. ونتمنى أن في السنوات الجاية ما تنقطع، تستمر هالشغلة هذه. إن شاء الله. ونتمنى بجهودكم أكيد، جهود الأستاذة زهرة، وأكيد بدعمكم أنتم كمستشفى، نشوف الدعم من المستشفيات الأخرى، وإن شاء الله نشوف يوم الدكتور الكويتي يسطع نوره، وإن شاء الله ونشوفه قريبا بحيل الله يا ربي، لأن فعلا محتاجين نكرم هذا الدكتور. كل الشكر لكم ضيوفنا الدكتور علي محمد علندة مدير مستشفى الأميري على تواجدك معنا، وأكيد الأستاذة زهرة الموسوي المدير العام لشركة فانكشن صح للعلاقات العامة. كل الشكر لكم وكل التوفيق يا ربي. يعطيك العافية. شكرا مشاهدينا، نطلع فاصل ونرجع.